والمرضي مع خبر الحقيقة يهم كل المرضى بالسكر مع موافقة الـ FDA أو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على عقار جديد. العقار ده من الفوائد المعلنة كده ليه أو يعني الأساسيات اللي بيشتغل بيها أنه بيأخر ظهور السكر من النوع الأول، ومش بس كده كمان بيأخر الإصابة عند الأطفال والشباب المعرضين لخطر الإصابة، وبالتالي بيؤخر ظهور سكر النوع الأول في البالغين والأطفال اللي هم فوق الثمان سنين. النوع الأول من السكر ده بيحصل بسبب مهاجمة الجهاز المناعي لبعض الخلايا المسؤولة عن تصنيع الإنسولين في البنكرياس، بيدمرها ويتطلب علاج النوع الأول ده اللي هو الحقن بالإنسولين بشكل مستمر أثناء اليوم، وبالتالي بيجب عليهم برضو فحص السكر بشكل متكرر. هنسأل أكتر في تفاصيل العقار ده وأيضا في إيه هو النوع الأول والطرق التعامل معاه من الأستاذة إيناس شلتوت، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بطب القصر العيني. دكتور إيناس أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الأول عايزين نفهم من حضرتك إيه هو سكر النوع الأول؟ هناك أنواع مختلفة من مرض السكر، منها سكر النوع الأول، وده غالبا بيصيب الأطفال والشباب، ولكن قد يحدث أيضا في أعمار كبيرة. هذا النوع بنسميه نوع مناعي. هناك استعداد جيني موجود عند بعض هؤلاء المرضى الإصابة بسكر النوع الأول، ولكن بيحدث هجوم من الخلايا المناعية بتهاجم خلايا بيتا المعروف انها هي المنتجة للانسولين في بنكرياس الشخص. طبعا من خلال مهاجمة خلايا المناعية لخلايا بيتا بيقل جدا افراز الانسولين، وفي بعض الحالات يعني يمكن بيكون لا يوجد افراز الانسولين على الاطلاق. هذا النوع زي ما قلنا بيحدث في الأطفال، بيحدث في الشباب، بيحدث أيضا بنسب أقل في كبار السن، ولكن هو المشكلة فيه إن عشان هناك نقص شديد في إفراز الإنسولين فبيكون العلاج من الأول بحقن الإنسولين، وحقن الإنسولين بتبقى متعددة، بتبقى على الأقل 4 مرات يوميا، بيبقى فيه إنسولين طويل المفعول بيأخذ مرة، وإنسولين قصير المفعول أو فوري المفعول بيأخذ مع الوجبات، وبالتالي طبعا بيكون هناك معاناة على المرضى دول يمكن أكتر من المعاناة على نوع التاني من مرض السكر اللي هو بيحدث في البالغين أكتر، لأن بيبدأ في العلاج بالأقراص وممكن نقعد سنوات عديدة نتعالج بالأقراص. طيب العقار بقى الجديد اللي تم طرحه، عقار الـ FDA أو الموافقة على العقار ده تحديدا، ممكن تغير إزاي من مشهد الإصابة بالسكر ومشهد علاج السكر بالنسبة للمعنيين بالموضوع ده؟ السنوات الأخيرة شهدت اهتمام بالأشخاص اللي بيبقوا عرضة للإصابة بالسكر من النوع الأول، وبيبدأ بالفعل ارتفاعات طفيفة في مستوى السكر في الدم، وبيقال طبعا ان هؤلاء الاشخاص في بعض الاحيان بيكونوا في اسرة فيها افراد اسرة اخرين مصابين بسكر من النوع الاول، فبيبقى معروف ان قد يكون هناك الاستعداد الجيني عند بعض الاشخاص وان دول ممكن يصابوا بسكر النوع الاول، وبيرتفع السكر احيانا بدرجات بسيطة. كان هناك محاولات لإعطاء أدوية بشكل متكرر، يعني كان في محاولات على بضعة أنواع من الأدوية، الحقيقة إن لم يحظى منها أي أدوية بالموافقة، ولكن هنلاقي إن الدواء ده اللي هو اسمه تيبليزوماب حاز على موافقة منظمة الأغذية والعقاقير الأمريكية، ووافقت على طرح هذا العلاج، والحقيقة إن هو يمكن هنلاقيه ان هو بينتشر في العالم بسرعه، وهو هذا العلاج بيمنع تدمير الخلايا المناعيه لخلايا بيتا. احنا مش هنقول ان هو بيمنع الاصابه تماما، احنا يعني الكلام كان دقيق، الحقيقه ان هو بيؤخر من الاصابه عند الاشخاص اللي بداوا طريقهم في حدوث سكر من النوع الاول، وبيتقال ان هو المرحله الثانيه من
سكر النوع الأول بيمنع إنها توصل إلى المرحلة الثالثة من سكر النوع الأول اللي هو ظهور السكر من النوع الأول. شكرا لحضرتك دكتورة إنياس شلتوت، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بطب القصر العيني.